حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: "ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: "ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى" وانهم لتسعه ابيات